أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: نرى يا شيخنا الفاضل الغزو الفكري القائم على هدم الدين والأخلاق عبر القنوات الإعلامية، فهل من كلمة لكم في ذلك؟ وكيف نتعامل معها في بيوتنا وفقكم الله؟ أخلوا بيوتكم من هذه القنوات الهابطة، أنقذوا أنفسكم وأولادكم ونساءكم منها، أخلوا بيوتكم منها لأجل أن تسلموا منها. ما أحد يجبركم عليها، أنتم اللي تجيبونها، أنتم اللي تنصبونها، ما أحد يجبركم عليها يلزمكم به، فأنتم اللي جبتوها وأنتم اللي تسألون عنها يوم القيامة. نعم.